سلمى، مثل ما تابعنا بالتقرير تعددت الأسباب، لكن حالة التوتر والغضب بقيت ترافق العديد من الأشخاص خلال فترة الصوم. فما سبب الغضب أو التوتر خلال الصيام كما طرح في التقرير؟ كيف ممكن السيطرة على الغضب؟ كيف ممكن نكتسب المعنى الحقيقي للصيام؟ هذا الشيء رح نتعرف على تفاصيله مع الدكتورة رولا الصيداوي. يسعد صباحك أخصائية نفسية، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير، رمضان كريم. ينعاد عليك بالخير، ينعاد عليك يا رب. كل سنة وانت سالمة دكتورة رولا. بداية يعني تعودنا على رمضان وعلى هيك التقلبات اللي بتصيب بعض الأشخاص خلال هذا الشهر الفضيل، وفي جملة تبع ما حدا يحكي معي أنا صايم تقترن دائما بنوبة غضب، شو أسباب هي النوبات اللي دائما تتكرر مع أنه خلص مفروض الإنسان تعود يعني على هالشهر بالسنة؟ نعم، هلأ الغضب هو حالة من القلق، التوتر، العصبية، يعني هو شعور بالتوتر والقلق والعصبية. طبعا هي بتزيد حالاتها عند الشباب أكثر من المسنين، حتى أكثر من فترة المراهقين والشباب تزيد هاي حالات الغضب، نتيجة أنه هن مو متقبلين معنى الصيام الحقيقي، مو مدركين معنى الصيام الحقيقي. طبعا الصيام هو مو من فقط امتناع عن الطعام والشراب، في عدة أمور هو لو الإنسان حتى الأطباء بيأكدوا على الصيام وبيفرضوا على بعض الناس حتى بدون شهر رمضان الصيام، نتيجة الآثار الإيجابية للجسم، للصحة، للعقل، للذاكرة، ففي عدة أمور نحن عنا. أكيد دكتورة، بس في كثير من الأشخاص يمكن بحياتنا اليومية بنلاقيهم هن ميالين للفكاهة والضحك، رايقين، بتلاقي شخصيتهم بتنقلب خلال فترة الصيام، هي فينا نقول إلى أسباب نفسية ولا لا هي بالمطلق حالة توتر ممكن نسميها؟ هلأ أنا برأيي الوسط المحيط، الطاقة اللي هو قاعد فيها الشخص، هي بتأثر سلبا أو إيجابا. لا معنى إذا الإنسان لقى نفسه أنا صائم اليوم، لقى نفسه أنه ضل بهالروح الحلوة الإيجابية حتى مع زملائه بالعمل، حتى مع أهل بيته ومع أسرته، شو المانع؟ يعني ما راح يمنع شهر رمضان أنه الإنسان يصير إنسان بوشه دائما الغضب، معصب، متوتر، ليش لا يصل لهي المرحلة؟ حتى لو كان صائم بهالروح الحلوة يضل فيها، ما في أي مشكلة. بس نحن هون منأكد على نقطة، أنه هو ليش الإنسان بيشعر بالعصبية؟ في عنا أسباب، أنه المدخنين إن فجأة بينقطوا عن التدخين بشكل يعني شكل بتر، يعني ما في أي مثلا سابق إنذار، يعني حتى هلأ بينصحوا الأطباء عن العادات اليومية تماما، بينصحوا أنه يخفف من التدخين، هو بالعكس بيزود الجرعات التدخين، هذا شو أو الكافيين، القهوة والشاي، فهو شو بيعمل له هون؟ هون بيعمل له نقص بشكل كبير، فبصير عنده توتر. تغيير بالساعة البيولوجية للإنسان، ساعات النوم، ساعات الطعام، صباحا متعود مثلا مع القهوة، إذا كان غير مدخن أحيانا بعض الحلويات، الفطور، هذا بيأثر تأثير إيجابي، هذا كله هاي الأسباب تلعب دور. أكيد دكتورة. طيب خلينا نحكي شوي اليوم قدي نحن قادرين نسيطر على هاي النوبات الغضب، شو هي الوسائل اللي ممكن أو الخطوات اللي ممكن يتبعها الشخص حتى يسيطر شوي شوي على غضب؟ يعني في نقطة مهمة ذكرتها قبل قليل، أنه الإنسان يلقي نفسه، مثل ما ذكرتي قبل قليل حضرتك، أنه هذا الأمر بشكل عم يجي دوري، يعني صحيح شهر بالعام بشهور السنة، لكن أنه خلص نلقي نفسنا، ليش لنفوت بطاقة سلبية؟ ليش لنفوت لحتى أنه طبعا أنا بغض النظر على الآيات القرآنية الكريمة اللي بتحس على الصيام وفضل الصيام، أنا عم بحكي بالناحية النفسية، ليش ليفوت الإنسان بطاقة سلبية، متوتر، متكتر، ويكتر أهل بيته انه هو محملهم يعني فضل كبير انه انا صائم. فخاصه هذا التشجيع بيعطوه للطفل اول بدايه صومه، بكون عمره 8 سنوات 9 سنوات 10، انه تشجيع بيصير بيعطوه بكافئوه، بس مو الشاب الكبير، وخصوصي الشباب انا باكد عليه هون، دوما عندهم هي الحاله التوتر والعصبيه حتى دون الصيام. اي شخص او زميله بيقول له كلمه تلاقي فورا بينفعل، هي بتعمل طاقه سلبيه. نلقي نفسنا، الاغذيه ضروريه نختارها على السحور، ما نتناول الأغذية اللي فيها سكر كتير، كمية السكر. طبعا التمر، يعني ذكر قبل قليل كان في فقرة عن التمر كتير هي مفيدة، أما السكر الحلويات هي بتعمل فورا هبوط بالسكر، بتعمل صداع، بصير في عنده توتر وغضب. فبدنا ننتبه للطعام، الطاقة الإيجابية نحن نقدر نحصلها. لا مانع إذا الإنسان بيقدر مثلا متعود على عادات معينة يتصل بأصدقاء ويطمن عنهم إذا بشهر رمضان، ما في مشكلة، بالعكس هي بتزيد الروابط والمحبة أكثر. متعود على أحيانا في بعض الأشخاص على سماع مثلا موسيقى معينة، بيجي شهر رمضان بيقول لا لازم ما
اسمع، فهذا الشيء بيعمل له انه انا متعود على عاده معينه منعتها، كمان بيزيد له العصبيه، اضافه الى زياده الحلويات، يعني امور كثيره نحن فينا نقدر ناكد عليها يعني. يمكن دكتوره ذكرتي نقطه كثير مهمه، انه هي بعض العادات اللي بيكون الشخص متعود عليها خلال الشهر الكريم والفضيل تبعد عن حياته اليومية. خلينا نحكي عن هاي الخطوات، يعني مثل ما قلتي غير تلقين النفس، أنا لما أقول إنه هي عادات فقط تعدت عنا رح نرجع لإلى بعد انتهاء الشهر الفضيل، كيف فيني نفسيا أتأهل لإلى قبل شهر رمضان؟ بلش بخطوات بسيطة مثل ما قلتي، مثلا في كثير من العالم من الناس متعودة فيه تشرب فنجان قهوة أو دولة قهوة وتقلك لصحصح، سيجارة نفس الشيء. هلا أنا من هدول الناس اللي بيشربوا قهوة الصبح. فخلينا نحكي مثلا فينا نبلش بعض خطوات قبل شهر رمضان المبارك لنمهد الحالة النفسية شوي. هلا هي أنا برجع بأكد على نقطة إنه فعلا تلقين النفس، يعني أنا مثلا يوميا إنه بشرب قهوة فنجان فنجانين، سواء بمكتبي سواء مثلا ببيتي قبل ما أطلع للدوام، بس لكن إنه أنا لقنت نفسي إنه هاي القهوة ما رح تأثر علي، يعني إنه إذا قطعتها فجأة ما رح تأثر علي. حتى الجملة اللي بيرددها أنا وفعلاً وأنا عادة سابقا كان لا يأثر علي بشكل كبير، هالشهر والسنة الماضية لا لاحظت إنه فعلا إنه أنا تأقلمت مع هذا الأمر، ما في أي مشكلة، في عندي بعد الإفطار، في عندي مثلا ممكن على السحور، يعني ليش بعوض هذا الشيء؟ ضليت تواصلي مع صديقاتي مع زملائي، اطمئنان عنه. شوفوا التواصل اللي بتعرفي حضرتك انه بيعمل هيك طاقة إيجابية وبيعمل نوع من الراحة، يعني بيزيد هرمون السيروتونين السعادة، بخصوص إذا مع صديقة أو صديق انه أنت بتشعري فعلا انه بترتاحي معهم، فهذا لا مانع نضل عم نتواصل معهم. تلقين النفس، نبتعد عن الأكلات الضارة، الاكلات اللي فيها قلي كثير، اللي فيها بهارات كثير، اللي فيها سكريات كثير كحلويات، هي كثير بتاثر على الدماغ، ونشرب المي لانه قله الماء بتعمل كمان توتر وعصبيه. فهي كل الامور نتجنبها اكيد، انه مثلا نبتعد عنها، والامور المفيده نداوم عليها، ناخذ نصيحه الاطباء، لانه بتعرفي الاطباء هن دوما انه عندهم مختصر المفيد، لكن انا بقول دوما تلقين النفس هي محاكاه، تدريب، عاده، يعني اي عاده انت شخص بدك تعودي، بدك 21 مرة تعودي على هذا الأمر، فهو عادي. فأنا بلقي نفسي أول يوم بشعر بصداع، أكيد أنا ما بنكر هذا الأمر، ثاني يوم أخف، ثالث يوم خلاص الأمر طبيعي، تعودنا. وبتلاحظي جسمك، صحة جسمك تختلف، تفرق عن رمضان عن غير رمضان. صحيح. يعني هو ما فرضه الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة للإنسان وفائدة للإنسان. أكيد دكتورة، كمان خلينا نحكي شوي عن القيم اللي بيمنحها الصيام للإنسان، كيف ممكن يستغلها شخص صايم، وخصوصا بهذا الوقت نحن عم نحكي عن 13 ساعة صيام، بكثير من الأوقات فيها كثير صبر، فيها كثير قوة، كيف ممكن نعبي هيك هذا الوقت اللي نحن عم نمر فيه ونستفيد من هي القيم اللي فعلا ممكن يساعدنا فيها الصيام، انه نتخلص من عادات سيئة، نكون أكثر لما نضبط نفسنا لحتى نحافظ على صيامنا، فنحن كمان عم نضبط أوقات خصال موجودة جواتنا ممكن بالأيام العادية ما نقدر نسيطر عليها. تماما. هلا في عنا عادات ممكن نتخلص منها سلبية، الغضب، العصبية، التوتر، الكلام بالغير طائل غير مفيد، في كثير أمور، الحسد، النميمة، هي كلها بنتخلى. ولا تنسي شهر كامل، يعني فينا ندرب نفسنا ونطلع بنتيجة جيدة. الصبر، احنا ذكرنا انه بيعلم الصبر، الصبر لما بنتعلم ونعلم أولادنا، نتحمل الغير، صلة الأرحام، بتزيد الروابط الأسرية. يعني حتى الآن نحن بوضع حالي لفترة وإن شاء الله بتزول هالأزمة هاي، لكن نحن بنتواصل مع الناس طبيعة مع الأهل، فهذا الأمر كله بيعملنا منزود هاي الصفات الحميدة. نعم. خلينا طب دكتورة نحكي عن الأطفال كمان، كيف فينا فعلا خلال الشهر الفضيل نعلمهم بعض العادات والقيم الصحيحة، لأنه الكبار دائما هن القدوة للصغار. بالنسبة للطفل بدون ما تلقني الكلام، هو مجرد تصرفك بياخد فيه تماما، سواء سلبي أو إيجابي. فأنا أمام طفلي لما ما في داعي أقول له لا تكذب، وأنا عم مثلا إذا كنت صادقة لما بشوفني ملتزمة بالصيام بآداب الصيام، ما بقول له لا تعصب، أنا عم عصب على طفلي، ما بقول له مثلا هاي العادات السلبية ابتعد عنها وأنا عم مارسها. فبالنسبة للطفل نحن منعوده من رغبه بالصيام، صح هو ما رح يصوم هلأ، لكن حتى مستقبلا يشعر بقيمة الصيام. نعم. يعني دكتورة خلينا قبل ما نختم حديثنا نتوجه هيك بشوية نصائح اليوم لكل مين عم بيتابعنا عن
تخطي المشاكل اللي هي تعتبر صارت مشكلة عند بعض الناس اللي هي الانفعال أو الغضب واستثمار الوقت أيضا. تماما. هلا نحن مثل ما ذكرنا انه بدنا نتعلم عادات معينه، نتحلى بالصبر، نتحلى بحسن الخلق، دائما نستوعب الاخر، مو بس بشهر رمضان، شهر رمضان شهر كامل لحتى نتخطى هذا الشهر ويصير عندنا ملكه، يصير عندنا عاده بشكل على طول السنه، لكن شهر رمضان هو شهر تدريب، امرنا الله سبحانه وتعالى، لكن بنقدر، ولو مو عارفان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، أكيد. لو مو عارف انه الانسان بيقدر بيدرب نفسه، نتحلى بالصبر، نلتزم انا بقول تعليمات الاطباء بالاغذيه المفيدة، نعلم أولادنا القيم الإنسانية العالية، روابط الأسرية بالنسبة للشهر الفضيل. نعم أكيد، مثل ما قلتي دكتورة بختام حديثك، هو شهر الفضيل في قيم إنسانية وروحانية عالية بنحاول نستغلها خلال هيدا الشهر. نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم ينعاد عليك وعلى عائلتك بالصحة والعافية.